ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا سركيس. إذا يعني مؤشر الدولار حظي بأعلى مستوى، يعني نتحدث عن مستويات 110 نقاط تقريبا، هل تتوقع استمرار عملية الارتفاع لأداء الدولار؟ نتحدث عن 3 أسابيع من الارتفاع. صباح الخير. بالفعل شهد الدولار ارتفاعات متتالية مقابل سلة من العملات الرئيسية قبل أن يجري بعض التصحيحات الهابطة خلال تداولات يوم أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، لكن بالنظر إلى التصحيحات الهابطة لمؤشر الدولار الأمريكي سنجد بأنها ارتكزت على اليورو وكذلك على الجنيه الاسترليني، فهذه الظروف ساهمت نوعا ما في دفع الدولار لبعض الانخفاض كمؤشر للدولار الأمريكي، لكن بشكل عام ما يزال الدولار الأمريكي قوي، وأعتقد بأن الاتجاهات الصاعدة للدولار الأمريكي ربما سوف تتباطأ نوعا ما خلال الفترة المقبلة، لكن أخذين بعين الاعتبار توجه الاحتياط الفدرالي الأمريكي لمزيد من الرفع بأسعار الفائدة، هنا قد نجد الدولار الأمريكي يستمر في اتجاهاته الصاعدة مقابل سلة من العملات الرئيسية. لكن هذا الأسبوع بسبب انتظارنا لعديد من قرارات البنوك المركزية التي كان آخرها اليوم مع الاحتياط الأسترالي، نشهد حالة من التذبذب في حركة الدولار الأمريكي. نعم، قرار الاحتياط الأسترالي كان برفع أسعار الفائدة. إذا ذهبنا أيضا إلى أداء اليورو والتوقع لقرارات المركزي الأوروبي من نهاية عملات هذا الأسبوع، وتحدث سركيس بأن يعني مؤشر الدولار يتأثر بكون اليورو يعني يستحوذ على قرابة 50% من أداء مؤشر الدولار. هل تتوقع اليورو يستمر في حالة من التراجعات إلى أدنى يعني مستوياته منذ 20 عاما بالمزيد من التراجع؟ الآن كل محاولات اليورو للارتفاع بقيت هذا اليوم محدودة في مستويات ما دون نقطة التعادل. يوم الخميس المقبل نحن بانتظار قرار البنك المركزي الأوروبي، والمتوقع فيه أن يرفع الفائدة ب 75 نقطة أساس، لكن هنالك من يتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة لكن مع ترك بعض الخطط التحفيزية التي تستهدف أسواق السندات في بعض الدول مثل إيطاليا، وهذا ما قد يبقي على ارتفاعات اليورو نوعا ما محدودة. فباعتقادي اليورو ما زال في اتجاه هابط، وقد نشهد المزيد من الانخفاض على المدى المتوسط والطويل. ويوم الخميس المقبل إذا أظهر البنك المركزي الأوروبي شدة كبيرة في تحفيز أسواق السندات في إيطاليا وبعض الدول في منطقة اليورو، هنا قد ينزلق اليورو مرة أخرى مقابل الدولار الأمريكي وعدة عملات أخرى. لكن لا يجب أن ننسى بأن تأثيرات رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس قد تكون مؤثرة في اليورو لتمنحه بعض العزم الصاعد المؤقت حتى نشهد قرار البنك المركزي الأوروبي والتصريحات الصحفية التي تتبع بالعادة هذا القرار يوم الخميس المقبل. نعم، ماذا عن الين الياباني؟ نراه أيضا يعني بقي في ظل حالة الارتفاع الطفيفة التي حظي بها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لكنه يبقى ضمن قاع يعني تقريبا 35 عاما. هل تتوقع استمرار حالة الضغوط والتراجعات على أداء الين في ظل اتساع الفجوة بينه وبين يعني قرارات الفيدرالي الأمريكي؟ طالما تم الإشارة إلى أن انخفاضات الين الياباني قد لا يوقفها إلا تدخلات مباشرة من حكومة اليابان أو من بنك اليابان المركزي، بنك اليابان المركزي حتى هذه اللحظة يتوجه لسياسات تحفيزية، وهذا ما يبقي على فجوة كبيرة متوقعة ما بين أسعار الفائدة في الاحتياط الفدرالي الأمريكي وما يقابلها من أسعار الفائدة في بنك اليابان المركزي. وبالتالي الين الياباني بطبيعة الحال قد يبقى ضمن اتجاهات هابطة وقد يستمر بالانخفاض. اليوم عم نشوف تداول الين الياباني عند 141 ين لكل دولار أمريكي واحد، وهذه المستويات المنخفضة لم نشهدها إلا في تسعينات القرن الماضي. بالتالي إذا لم تتدخل حكومة اليابان أو البنك المركزي فهنالك احتمالات كبيرة باستمرار انخفاض الين الياباني، خصوصا بعدما صدرت الليلة الماضية بيانات اقتصادية من اليابان أثبتت انخفاض غير متوقع في نمو الاستهلاك للأسر اليابانية،
وهذا كله يدل على ضعف كبير في اقتصاد اليابان، مما قد يبقي على السياسات التحفيزية وضخ السيولة من بنك اليابان المركزي ليبقى الين الياباني ضعيف خلال الفترة المقبلة. لكن مرة أخرى، ما لم تتدخل حكومة اليابان أو بنك اليابان المركزي. نعم، محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل. ونستكمل عالميا.